السلام عليكم ورحمة الله. الدرس الخامس في الوحدة الرابعة، درس تابع حالات التطابق الخاصة لمثلثين. تابع الحالات الخاصة لتطابق مثلثين. بعد ما أخذنا الحالة الأولى لتطابق مثلثين والتي فيها يتطابق مثلثان إذا تطابق ضلعان والزاوية المحصورة بينهما في أحدهما مع نظائرها من المثلث الآخر، وبنكتفي بتطابق ثلاث عناصر بس من الستة، بنكتفي باستخدام ثلاث عناصر فقط من الستة. تعال نشوف الحالة الثانية. يتطابق المثلثان إذا تطابقت زاويتان والضلع المرسوم بين رأسيهما في أحد المثلثين مع نظائرها في المثلث الآخر. يبقى الحالة الأولى كانت ضلعين وزاوية محصورة، الحالة الثانية زاويتان وضلع محصور. طبعا انت شايف الزاويتين في المثلث ألف باء جيم ودال هاء واو، الزاويتين الزاوية باء مع الزاوية هاء والزاوية جيم مع الزاوية واو والضلع المحصور باء جيم مع الضلع هاء واو. في المثلثين ألف باء جيم ودال هاء واو فيهما بالطريقة المعتادة القوس اللي له ثلاث سنات، باء جيم يساوي هاء واو، قياس الزاوية باء يساوي قياس الزاوية هاء، قياس الزاوية جيم يساوي قياس الزاوية واو. إذن يتطابق المثلثان كلا على الآخر تمام الانطباق، ونستنتج من التطابق باقي الست عناصر. قياس الزاوية ألف يساوي قياس الزاوية دال، طول ألف باء يساوي طول دال هاء، طول ألف جيم يساوي طول دال واو. يبقى كالعادة أنا بستخدم ثلاث عناصر بس في التطابق، وأستنتج الثلاث عناصر الأخرى من التطابق. الحالة الثالثة لتطابق مثلثين، يتطابق المثلثان إذا تطابق كل ضلع، يعني الثلاث أضلاع. يتطابق المثلثان إذا تطابق كل ضلع في أحدهما مع نظيره في المثلث الآخر. طبعا أنت شايف المثلثان ألف باء جيم ودال هاء واو فيهما ألف باء يطابق دال هاء، باء جيم يطابق هاء واو، جيم ألف يطابق واو دال. إذن يتطابق المثلثان كلا على الآخر تمام الانطباق، ونستنتج من التطابق باقي الست عناصر اللي هي الثلاث زوايا. قياس الزاوية ألف يساوي قياس الزاوية دال، قياس الزاوية باء يساوي قياس الزاوية هاء، قياس الزاوية جيم يساوي قياس الزاوية واو. الحالة الرابعة لتطابق مثلثين، وهي مرتبطة بالمثلث القائم الزاوية فقط. يتطابق المثلثان القائم الزاوية إذا تطابق وتر وأحد ضلعي الزاوية القائمة في أحدهما مع نظيريهما في المثلث الآخر. المثلثين ألف باء جيم ودال هاء واو قائمة الزاوية، فيهما القوس اللي له ثلاث سنات، عندي قياس الزاوية باء يساوي قياس الزاوية هاء بتساوي 90 درجة، وعندي الضلع باء جيم يطابق الضلع هاء واو، والوتر ألف جيم يطابق الوتر دال واو. خلي بالك إن الوتر في المثلث القائم الزاوية هو الضلع المقابل للزاوية القائمة. إذن يتطابق المثلثان كلا على الآخر تمام الانطباق،
ونستنتج من التطابق ان طول ا ب يساوي طول د ه، وقياس الزاوية ا يساوي قياس الزاوية د، وقياس الزاوية ج يساوي قياس الزاوية واو. كده يبقى احنا عندنا اربع حالات لتطابق مثلثين. الحالة الاولى ضلعين وزاوية محصورة، الحالة الثانية زاويتان وضلع محصور، الحالة الثالثة ثلاث أضلاع، والحالة الرابعة اللي تعتبر حالة خاصة بالمثلث القائم الزاوية ضلع ووتر. تعال نطبق على الكلام ده هوت في صورة مثال باستخدام المعلومات الموضحة على الشكل أدناه. أوجد قياس الزاوية سين لام صاد. طبعا اتفقنا ان اي مسألة في الهندسة لازم تتحل بالمعطيات والمطلوب والبرهان، والرسمة بتكون على اليسار. المعطيات ان قياس الزاوية سين بتساوي قياس الزاوية عين بتساوي 90 درجة، وقياس الزاوية سين صاد عين 40 درجة، وسين لام بيساوي لام عين. المطلوب إيجاد قياس الزاوية سين لام صاد. طبعا علشان أستفيد من المعطيات في إيجاد المطلوب فبنستخدم في البرهان تطابق المثلثين. في المثلثين سين صاد لام وعين صاد لام فيهما قياس الزاوية س بتساوي قياس الزاوية ع بتساوي 90 درجة. معنى كده ان دي الحالة الرابعة من حالات تطابق مثلثين المرتبطة بالمثلث القائم الزاوية فقط. كمان عندنا س لام يساوي ع لام ضلع، وعندنا ص لام وتر ضلع مشترك. وتر وهو في الأصل ضلع مشترك بين المثلثين. إذن ينطبق المثلثان كلا على الآخر تمام الانطباق، ونستنتج من التطابق إن قياس الزاوية س صد لام يساوي قياس الزاوية ع صد لام، وبما أن مجموعهما 40 درجة يبقى كل منهما 20 درجة. إذن قياس الزاوية س لام صاد بتساوي 180 درجة، وهو مجموع قياسات زوايا أي مثلث، ناقص 90 زائد 20 يبقى 180 ناقص 110 تساوي 70 درجة، وهو المطلوب. يبقى استفدنا من تطابق المثلثات. وخلي بالك مش لازم تذكر حالة التطابق، يعني الحالة اللي موجودة عندنا الحالة الرابعة، مش لازم أقول إن ديت الحالة الرابعة من حالات تطابق المثلثين. مثال: ادرس الشكل أدناه وأوجد قيمة كل من س و ص. طبعا الشكل اللي موجود قدامنا عبارة عن مثلثين أ ب ج و د ب ه د ه ب. المعطيات ان قياس الزاوية ا ب ج بيساوي قياس الزاوية ب د ه بتساوي 30 درجة، وان قياس الزاوية د ب ه 70 درجة، وان طول ب د بيساوي ب ج بيساوي 9 سنتيمتر، وان ا ب بيساوي ه واو بيساوي 10 سنتيمتر. المطلوب إيجاد قيمة كل من س و ص. في المثلثين أ ب ج وه د ب فيهما عندنا طول أ ب بيساوي طول ه د بيساوي 10 سنتيمتر، وطول ب د بيساوي طول ب ج بيساوي 9 سنتيمتر، وقياس الزاوية ا ب ج بيساوي قياس الزاوية ه د ب بيساوي 30 درجة.
ضلعين وزاوية محصورة، ضلعين وزاوية محصورة، وهي الحالة الأولى ما تنص عليه الحالة الأولى من حالات تطابق مثلثين. إذن ينطبق المثلثان كلا على الآخر تمام الانطباق، ونستنتج من التطابق إن قياس الزاوية ج بيساوي قياس الزاوية د ب ه بتساوي 70 درجة، وهو المطلوب أولا، وقياس الزاوية أ بيساوي قياس الزاوية ب ه د المنطبقة عليها بيساوي 80 درجة. جت إزاي؟ لأن 70 زائد 30 100، من 180 مجموع قياسات زوايا أي مثلث. إذن 100 ناقص 180 بيساوي 80 درجة، وهو المطلوب إيجاده ثانيا. يبقى هنا استفدنا من الحالة الأولى من حالات تطابق مثلثين اللي هي ضلعين والزاوية المحصورة بينهما. فأمان الله.